ألا ألا هيا 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 بنا هيا هيا ألا ألا هيا 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 بنا هيا هيا نطوي المدى طيا نطوي المدى طيا نطوي المدى طيا للبيت والحرم للبيت والحرم ألا ألا هيا هيا بنا هيا ألا ألا هيا هيا بنا هيا نطوي المدى طيا للبيت والحرم نطوي المدى طيا نطوي المدى طيا للبيت 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 والحرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة 51 من هذه الحلقات التي أتشرف بأن أقدم لكم فيها سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأحاول كذلك أن أقدم لكم فيها حقيقة الإسلام قبل قيام الفرق والمذاهب. بعد العودة من حجة الوداع وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبر قتل السلطات الرومانية لوالي معان في جهة الأردن وفلسطين، اسمه فروة بن عمرو الجذامي. فروة بن عمرو الجذامي قتلوه لأنه دخل في دين الإسلام. كما ترون هو سلوك عدائي ينم عن استهتار كبير بمبادئ حرية العقيدة وعن استخفاف بالإسلام والمسلمين واستهتار بمبادئ حقوق الإنسان. وكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام هو تجهيز جيش يتحرك إلى تلك المنطقة لتأكيد قدرة الدولة الإسلامية على الدفاع عن نفسها وعن عقيدتها وعن أنصارها. اختار النبي صلى الله عليه وسلم لرئاسة الجيش أسامة بن زيد بن حارث، وكان عمره آنذاك دون 20 بسنتين، الأمر الذي أثار استغراب قلة من الناس في المدينة ممن لم يستوعبوا بعد أن الدين جاء لكل الفئات الاجتماعية وأن العمل العام ليس حكرا على الكهول والشيوخ فقط، وإنما للشباب فيه أيضا دور كبير. وسبب أن زيد بن حارثة هو كذلك عنده مكانة خاصة لأنه هو ابن زيد بن حارثة الشهيد السعيد المعروف الذي استشهد في معركة مؤتة، والذي تربى كذلك في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما نرى الآن حتى في السياسة العامة مرات، إحنا الآن في القرن 21 الميلادي، القرن 15 الهجري، نرى بعض الشباب يتولون مناصب قيادية مهمة وهم في مقتبل العمر، فأحيانا تكليف الشباب بمسؤوليات مهمة كذلك لتثبيت مبدأ وقاعدة وفكرة، وهي أن للشباب دورهم وأن الشاب قادر كذلك على تحمل المسؤولية بما فيها المسؤوليات الجسيمة كالتي نتحدث عنها في هذه الحالة. هذه بعض الحكم التي نفهمها أو يمكن أن يفهمها الإنسان من يعني لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام الفتى أسامة بن زيد لقيادة ذلك الجيش. بدأ الناس يتجهزون للخروج في جيش أسامة بن زيد في الأيام الأخيرة من صفر الشهر الثاني من العام الهجري 11 الموافق للعام 632 للميلاد بعد ميلاد السيد المسيح عليه السلام. لكن بموازاة هذا التحرك كان هناك خبر أهم شغل المدينة كلها في تلك الأيام. ما هو هذا الخبر؟ إنه خبر الوعكة الصحية التي ألمت بالنبي عليه الصلاة والسلام. سجلوا عندكم اسم
أبو مويهبة. أبو مويهبة كان من العاملين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نداه النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة الأخيرة من الشهر أو الليلة التي قبلها، ودعاه إلى الخروج معه لزيارة مقبرة البقيع والدعاء لمن دفن فيها من موتى المسلمين. وهما في المقبرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لمرافقه: يا أبا مويهبة، إني قد أتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقال أبو مويهبة: بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر النبي صلى الله عليه وسلم للموتى في البقيع وانصرف إلى بيته. أصبح الصبح على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ألم به صداع شديد في رأسه وارتفعت حرارة جسمه، فاستأذن من زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا، استأذن منهن أن يعالج في بيت زوجته أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. كان عليه الصلاة والسلام يحب السيدة عائشة، وقد قضى أيامه الأخيرة في هذه الدنيا في بيتها، وهي نقلت عنه عددا كبيرا أو كثيرا من أحاديثه الشريفة. ودخل ربيع الأول من العام 11 للهجرة، وحرارة النبي صلى الله عليه وسلم تزداد ومرضه لا يخف. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من تلك الأيام في المسجد فقال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فما فهم الناس مغزى كلامه إلا أبو بكر الصديق، قرأ فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فبكى وقال: نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا. فهدأ النبي صلى الله عليه وسلم من روعه قائلا: على رسلك يا أبا بكر. ثم قال: انظروا هذه الأبواب اللافظة في المسجد، هذه الأبواب التي تفتح الخارج في المسجد، فسدوها إلا بيت أبي بكر، فإني لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه. وقال أيضا: فإني لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صحبة وإخاء وإيمان حتى يجمع الله بيننا عنده. وحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على إنفاذ جيش أسامة بن زيد، فأسرعوا في إعداد أنفسهم، ثم خرج الجيش وعسكر غير بعيد من المدينة المنورة، وبقي منتظرا هناك بعد أن وصله خبر اشتداد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأوصى سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام بالأنصار خيرا، وحث المهاجرين على الإحسان إليهم تقديرا لدورهم النبي العظيم في نصرة الإسلام ونصرة نبيه عليه الصلاة والسلام. وعندما اشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد قادرا على الخروج إلى المسجد وإمامة المؤمنين في الصلاة، أمر أبا بكر الصديق بأن يصلي بهم، لكن عائشة بنت أبي بكر، عائشة أم المؤمنين، لم تكن مسرورة بأن يقوم أبوها مقام النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس في إمامة الصلاة، فقالت: لقد راجعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. وفي فجر الاثنين 12 ربيع الأول من العام 11 للهجرة، الاثنين 12 ربيع الأول عام 11 للهجرة، أحس النبي صلى الله عليه وسلم بتحسن في صحته، فخرج إلى المسجد عاصبا رأسه وأبو بكر يصلي بالناس، ولما عرفه المسلمون أفسحوا له المجال، فعرف أبو بكر أنهم ما فعلوا ذلك إلا لنبيهم، فتراجع عن موقع الإمامة يريد أن يتركه للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دفعه في ظهره وأمره أن يصلي بالناس، وصلى هو قاعدا عن يمينه. فلما فرغوا من الصلاة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحاضرين بصوت قوي كان يسمع من خارج المسجد، وقال لهم: إني لم أحل إلا ما أحل القرآن، ولم أحرم إلا ما حرم القرآن. في صحيح الإمام البخاري في كتاب الحديث المشهور اللي جمعه الإمام البخاري صحيح البخاري، توجد رواية عن عبد الله بن عباس، العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في ذلك الوقت يعني صغير السن 10 11 12 سنة تقريبا في وقت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، روى مناقشة جرت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الخطبة اللي حكيت لكم عنها يوم 12 ربيع الأول، خطبة يعني حدث عن قصة عن مناقشة حصلت قبل 4 أيام يعني يوم الخميس اللي قبل يوم الاثنين. قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم هكذا الرواية في البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، منهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. ذهب علماء بعض الفرق الإسلامية بالتحديد يعني علماء بعض الفرق الشيعية إلى أن تلك الوصية التي رغب النبي عليه الصلاة والسلام في كتابتها بحسب رواية عبد الله بن عباس كانت تتعلق بالحكم والخلافة من بعده، احتمال، لكن إذا نظرنا إلى المسألة بالمنطق لقد كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه بأمر فينقله الناس عنه كما نقلوا أوامره الأخرى وتلقوها بالسمع والطاعة. كان بوسعه عليه الصلاة والسلام أن يبت في أمر الحكم من بعده أثناء حجة الوداع أو في أي مرحلة من مراحل حياته بعد نزول الوحي عليه، إذا هو أمر من الله عز وجل بتكليف فلان أو فلان. وكان بوسعه أن يدعو من شاء من أعيان الصحابة وأن يوجههم بما يريد، وكان متاحا أيضا أن ينزل في الأمر وحي يتلى إلى يوم القيامة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع المسلمين فجر الاثنين 12 ربيع الأول وتحدث فيهم رافعا صوته حتى كان صوته يسمع من باب المسجد كما يروي ابن إسحاق الذي يعد من طرف المؤرخين يعني كاتبا للسيرة أو مرجعا أساسيا في السيرة، محبا مشايعا لسيدنا علي بن أبي طالب
رضي الله عنه. فبالمنطق يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوي إخبار المسلمين بشيء من أمور الحكم بعده أو استخلاف سيدنا علي أو أي صحابي آخر من بعده، لكان بيسعه أن يحدث بذلك الناس في المسجد، ولقالوا له سمعنا وأطعنا كما فعلوا طيلة صحبتهم له، لكنه لم يفعل. ابن إسحاق قال معلقا على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وتفضيله له على عمر كي يصلي بالناس عندما اشتد به المرض، قال: حدثني محمد ابن إبراهيم ابن الحارث عن القاسم ابن محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين سمع تكبير عمر في الصلاة: أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، فلولا مقالة قالها عمر عند وفاته لم يشك المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخلف أبا بكر. ولكنه أي عمر قال عند وفاته: إن أستخلف، يعني أنا عمر، إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أتركهم فقد تركهم من هو خير مني. فعرف الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا، وكان عمر غير متهم على أبي بكر الصديق. لكن من هذه الرواية التي قرأتها عليكم يشرح ابن إسحاق أنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى أن يتقدم أحد على أبي بكر في النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمامة الصلاة، فأن ذلك أقرب ما يكون من إشارة لتزكية سيدنا أبي بكر لخلافة النبي صلى الله عليه وسلم بعده. وعلى كل حال، فإن الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين صباحا لم يكونوا يفكرون في أمر الخلافة، بل كانوا فرحين مستبشرين بما رأوه من دلائل تعافي النبي صلى الله عليه وسلم من مرضه. كانوا يريدونه أن يبقى معهم يهديهم إلى البر ويزكيهم ويقودهم إلى الخير والمعروف، ولم يكونوا منشغلين بمن يحكمهم بعدها. فرح المسلمون بتحسن صحة النبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا أنه تعافى من مرضه، حتى أن أبا بكر الصديق قال له: يا نبي الله، إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما تحب، واليوم يوم بنت خارجة إحدى زوجاته، أفآتيها؟ يستأذنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته يعني، وخرج أبو بكر إلى أهله بالسنح، مكان ضاحية من ضواحي المدينة المنورة. ركزوا معايا من فضلكم، إن تسلسل الأحداث في الأيام الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقود الباحث إلى رد ما يردده البعض، يزعمه البعض، بأن ما جرى يوم الخميس قبل 4 أيام من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان المراد منه حسم أمر الحكم والخلافة من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. كما قلت لكم، ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر مع أصحابه في المسجد فجر الاثنين، ويعظهم ويخطب فيهم بصوت قوي يسمع من خارج المسجد، فهل كان بيسعى أحد أن يمنعه من أن يقول لهم قولا في أمر الحكم من بعده؟ لا، لا أحد. لكنه عليه الصلاة والسلام لم يستخلف. نعود إلى عبد الله بن عباس، هو روى رواية الحديث والنقاش اللي صار يوم الخميس، لكنه أيضا روى قصة أخرى وهي كذلك في البخاري. ماذا في هذه الرواية؟ هذه الرواية تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين خليفة يحكم المسلمين من بعده. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه، قال: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله
بارئا. الحمد لله أصبح بعافية. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له: أنت والله بعد 3 عبد العصا. ترجمتها معناها أنت بعد 3 أيام ستكون محكوما تؤمر وتنهى. يكمل العباس يقول: وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي رضي الله عنه يرد على عمه العباس: إن والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحكم الخلافة الإمارة من بعده، فمنعناها فمنعها عنا، لا يعطيناها الناس بعده، لأنه يكون أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغلق الباب سيدنا علي وقال: لا، لن أتحدث في هذا الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يعلم أنه مستخلف منه لكان النقاش في اتجاه ثاني. لا شك أن رأي سيدنا علي بن أبي طالب هنا كان أصوب من رأي عمه العباس، وهذا ليس غريبا عن زعيم كبير من زعماء الإسلام ورابع الخلفاء الراشدين. فطلب وراثة الحكم السلطة السياسية من النبي صلى الله عليه وسلم قد يجعلها شأنا دينيا مقدسا إن صدر الترشيح لصالح أي إنسان، وقد يمنعه عنه تماما إذا صدر توجيه نبوي كريم بذلك. وقبل ذلك وبعده، فعدم تعيين حاكم للمسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أقرب لهدي الإسلام الذي يجعل أولي الأمر أي الحكام من المسلمين، والذي يوصي باختيارهم بالشورى، يوصي بالشورى كما يوصي بالصلاة والزكاة. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى لسيدنا علي لابن عمه بالحكم، لربما قال المغرضون الناقدون للإسلام، وهم كثر في عصره وفي كل العصور بعده وحتى في عصرنا هذا، ربما كان الأمر خطة من بني هاشم للاستفراد بالسلطة والحكم والسيادة في الجزيرة العربية أو في قريش أو في مكة ويثرب، ويتخذوا من ذلك مدخلا للتشويه ربما وللطعن في المقاصد التي تحرك من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد وكافح وناضل وضحى. ولظهر كأن هناك مشروعا عائليا خاصا يعني يركز عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بينما هذه الرسالة رسالة إنسانية. ربنا عز وجل يقول للمصطفى صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه رسالة للعربي وللأمريكي وللهندي وللصيني وللروسي وللأفريقي وللأبيض والأسود والأصفر، ليست مشروعا عائليا، هذه رسالة إلهية أراد الله عز وجل أن يخرج بها الناس من الظلمات إلى النور، وأن يهديهم بها سبل السلام. والحكم السياسي فيها ليس بذلك الشأن العظيم أصلا. الحكم السياسي في دين محمد صلى الله عليه وسلم يعني ليس هو أهم شيء في هذا الأمر الديني. هذا الأمر أنت لو تكون في جزر فيجي، تكون في أي مكان معزول في العالم بعيد، هذا الدين يعنيك قطع النظر عن الحكم، يعنيك بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويعنيك بأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وتكرم اليتيم وترعى حقوق الجار وتصدق في الحديث وتؤدي الأمانة. لا يهمك من الحاكم وقتها.
فهذا الدين أكبر من الحكم. لكن للأسف الشديد نحن نعرف في التاريخ الإنساني خلافات الناس في السياسة وكيف يضخمون الخلافات لما يكون الخلافات حول السياسة. فحصل وهذا ليس يعني بدع من الأمور يعني أن اختلف الناس في فترة من فترات في صدر الإسلام حول الحكم. الناس يختلفون حول الحكم إلى اليوم. نحن في القرن 21 اختلافات حول الحكم مستمرة. ولكن لا يمكن أن نختزل ديننا في صراع حول الحكم. لا يمكن أن نجعل الحكم هذا أصل الدين. والقرآن الكريم كله أعظم ما فيه كما رأينا في كل هذه القصة الجميلة للنبي صلى الله عليه وسلم هو تذكير الإنسان بأنه لم يخلق عبثا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. يعني هذا القرآن جاء يهدي التي هي أقوم، جاء يعلم الناس أن الله عز وجل ربهم وأنهم أحياء في هذه الدنيا في دار اختبار وأنهم ميتون جميعا وأنهم سيبعثون وأن الحياة الحقيقية ستبدأ بعد يوم الحساب بعد يوم القيامة وهي الحياة الخلود وحياة النعيم. نسأل الله أن يجعلنا فيها جميعا من أهل الجنة إن شاء الله والرضوان وينجينا فيها من عذاب النار. هذا الدين أعظم بكثير من نختزله في أمر من يتولى الحكم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فإن الذين تولوا الحكم من بعده قد تعاونوا وتكاتفوا من أجل حماية تلك المنارة الوضيئة المضيئة الجديدة للإسلام من أن يطفيها المتربصون وخصوم حرية العقيدة وخصوم التوحيد في العالم يومها. هذه بعض المعطيات أردت أن أقدمها لكم عن ما دار حول احتمال الخلافة أو عدم الخلافة. وعلى كل حال فإن القرآن الكريم فيه ما يؤكد أن الله عز وجل أتم للناس دينهم وتم عليهم نعمته وليس فيه نقصان. الدين الكتاب والدين الرسالة ليس فيها نقصان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه. ورسالته للناس جميعا لكل من يسمعني ليست خاصة بعائلة أو بفرد أو بتولي شخص السلطة أو عدم توليه. رسالته هي تحرير الإنسان من أن يكون عبدا لإنسان مثله أو لقبر أو لميت أو لشخص يدعي ينسب لنفسه قداسة أو ينسبها له الناس. تحرير الإنسان وربطه مباشرة بخالقه عز وجل من دون حاجب ومن دون شفيع. فإن الكرامة التي تقررت للإنسان تقررت له يوم خلقه، ولقد كرمنا بني آدم، هذا قرار المولى عز وجل. والإسلام دين الحرية والكرامة دين التوحيد. الآن علي بن أبي طالب قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بارئا، والعباس قال ما أظنه إلا ميتا من مرضه هذا، ماذا سيحصل؟ هذا ما نتطرق إليه بحول الله في الحلقة المقبلة، وستكون الحلقة الأخيرة إن شاء الله من حلقات سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وحقيقة الإسلام قبل قيام الفرق والمذاهب. فإلى أن ألقاكم إن شاء الله في تلك الحلقة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نطوي المدى طيا للبيت والحرم. ألا هيا بنا هيا نطوي المدى طيا للبيت والحرم.